أحسن الله إليكم. هذه مرسلة من اليمن تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن النساء في اليمن عند خروجنا من البيوت نلبس ما يسمى بالبالطو، وهو يغطي المرأة من عنقها إلى أسفل رجليها، ثم نلبس فوقه ما يسمى بالجلباب، وهو يغطي المرأة من رأسها إلى ركبتيها، ونغطي الوجه بالنقاب أو نستر جزءا من ذاك الجلباب على الوجه، فلا يبدو من المرأة شيء من بدنها، وبهذا يتحقق معنا شروط الحجاب. والسؤال: أن سمعنا من أحد المشايخ بأن لبس البالطو حرام، فهل هذا صحيح؟ وماذا علينا إن كان حراما؟ وإذا قمنا بارتداء العباءة بدلا عن ذلك البالطو، فهذا يلفت أنظار الرجال ونبدو غريبات بين النساء، فما توجيهكم أثابكم الله؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والتشبه يشمل التشبه باللباس. فإذا كان هذا البالطو مما يلبسه الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسه، كذلك ما يختص بالنساء لا يجوز للرجل أن يلبسه. المدار على تشبه أحد الجنسين بالآخر، والمرأة مطلوب منها الستر، أن تستر نفسها بالملابس المختصة بالنساء التي لا يلبسها الرجال، هذا هو المطلوب. نعم. إذا كان هذا اللباس الذي نذكره البالطو هو لبس النساء في مجتمعهم منذ قديم، إذا كان خاصا بالنساء ولا يلبسه الرجال فلا حرج في لبسه. نعم.